الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الأخيار، ما زلنا مع قصة نبي الله موسى، وقلنا في الحلقة الماضية أن موسى عليه السلام أنزل الله عليه الوحي وكلمه تكليما وأمره بالذهاب إلى فرعون، وما أدرك ما فرعون ذاك الزمان. وكان موسى عليه السلام ليس بفصيح اللسان، فطلب من الله عز وجل أن يصحبه أخاه هارون، وانطلق إلى فرعون. وذكر ذلك في القرآن، فقال الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وبعد أن دعا موسى عليه السلام، فرعون أنكر واستكبر، وقرر فرعون أن يتحدى موسى، فجمع السحرة جميعهم، أي قاع السحرة اللي كعرف تما ندع لهم، وقال لهم: عليكم أن تهزموا هذا الرجل الذي هو نبي الله موسى. وطلب السحرة من موسى أن يلقي هو عصاه، كان عنده واحد العصا يتوكأ عليها، وكان يهش بها على الغنم، أي كان يرعى بها الغنم، أو أنهم يبدأوهم برمي ما عندهم. فقال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، أنتم الأولين. فألقوا حبالهم وعصيهم، وخيل إلى موسى أنها حياة تسعى، يعني شاف ذاك العصي وذاك كل ما يحملون، يعني خيل إلى أنهم حياة. خاف موسى واضطرب مما رآه، لكن الله تعالى ثبته وأوحى إليه أن اصبر فإنك أنت الأعلى. قال الله عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فألقى موسى عصاه فابتلعت جميع حبالهم وعصيهم، أي عصا موسى يعني قعدك الحبال والعصي التهمتهم. قال الله عز وجل: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ذاك من الإفك وليس من الصواب ولا من المعقول. فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أن هذا ليس سحرا، لأن الخبير في المجال يعرف حيتياته ويعرف كل صغيرة وكبيرة فيه، فعرفوا أن هذا ليس سحرا. فماذا فعلوا؟ أعلنوا إسلامهم، أي دخلوا في دين موسى عليه السلام. فقال لهم فرعون: أسحركم هذا الرجل؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي كان يقطع اليد مع الرجل، العذاب لا يقطع اليدين، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم للاستدراك، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني صلبهم قدام الناس، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. واش أنا ولا إله موسى؟ بشر ردوا عليه. شوف الإيمان عندما يدخل إلى القلب فيغيره ويحدث تغييرا جذريا. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، افعل ما شئت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي الذنوب ديال السحر والشعوذة وإداية الناس، ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، أي كان فرعون يكرههم على ممارسة السحر، وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. سبحانه. فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر ليلا، وتوجه بهم نحو البحر، فلحق بهم فرعون، فأوحى الله لموسى أن يضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل، سبحان الله، ولا ترك مسرحة. أما فرعون فلم يأبه ولم يخف، فتبع موسى، وفي لحظة غرقه، أي بعدما غرقه الله عز وجل، لم يعترف برسالة موسى ولا بنبي الله موسى. صوروا في لحظة الغرق باش يقول الله عز وجل: يا ربي أسألك بنبيك موسى وأنني قد آمنت موسى، أشقى لي. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حتى في أفظع وأصعب اللحظات لم يعترف برسالة موسى. ولذلك أحبتي الكرام، الكبر مرض خطير،
يؤدي بصاحبه إلى من يحمد عقباه. لكن الله عز وجل بما أجابه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولذلك نجد الآن يعني فرعون يعني في متاحف مصر يعني سبحان الله محنطا كما هو يعني تجسيدا هذه الآية الكريمة القلب في الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي عبرة حتى يعتبروا. أحبتي الكرام، ما نستفيده من قصة موسى عليه السلام أن الله مع الصابرين، أن الله لا يخلف وعده، كيف رمته أمه في النيل، وكيف الله عز وجل أدخله إلى قصر فرعون الذي كان يأمر بقتل كل صبي يولد كل سنتين، وكيف أن الله تعالى رد موسى إلى أمه ومكن لموسى وأصبح يعني نبيا ورسولا رفقة أخيه هارون. أسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في ملامسة بعض جوانب هؤلاء الرجال العظام، هؤلاء الأنبياء والرسل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم على أثرهم وعلى خطاهم. ولذلك قال الله عز وجل: فبهداه مقتده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على نهجهم ومنهاجهم وطريقتهم، وأن نسلك سبولهم، وأن نكون يعني خير خلف لخير سلف. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في صيامنا وقيامنا وقرآننا، وإلى أن ألتقيكم في فرصة مقبلة إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يتقبل عملنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.